بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا محمود خليفة ابو الليل والراجل بقى اللي خد شهرة اكتر مني الحاج سيد البلاس. ايه يا حاج محمود؟ اللوكس ده انا شايفه كله صح. بص يا جماعة صح ازاي؟ كله صح بيلعب اللوكس ده. يتاكل ازاي ده حاج سيد؟ اكل بقى مميزة محدش بياكلها. دوكس السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. قناه جوار السويس اللي مشرفانا. الله يبارك فيك. والناس جات لنا من اخر مصر واسكندريه وعايزه تطمن على السمك وتقول احنا عرفناكم من اليوتيوب والباشمهندس احمد عمل لقاءات جميله. طبعا ابو زياد يا جماعه. احلى سمك واحلى لوكس ده لوكس صح حضرتك عم احمد. دلوقتي اللي بيسمعني بعرف ازاي اللوكس الصح يا حاج سيد. طيب انا اقول لك حاجه صغيره خالص في اللوكس الصح. شايف انت الفتحه دي كده؟ انا عايزك تعمل ايدك كده بس. اتحرك معاه. لا الميتة عشان الناس يشوف. الميته ما تبص هتقفل على ايدك كده. تقفل على ايديك. تمام. ده الصح. وريحتها بتبقى الله اكبر. بص هو بيتحرك له. لو مش صح يا باشمهندس احمد يبقى ملوش اي لازمه ولا يتاكل. طب نتن مؤاخذه يعني في ناس بتسلقه بميه على طول. وفي ناس بتشويه هنا في الفرن. بيحط له سنه ميه صغيره. بس انا افضل يعني اللي عايز ياكل السريع افضل. ليه؟ عشان ما بيشدش ايه اللوكزايه. اللحمه بيشدش. انا عايز اللوكزايه بقى بعد ما احنا بتطلع كده وتستوي. هنعمل ايه دلوقتي؟ سكينه. بالسكينه وبنطلعها كده الظهر اللي في اللوكزايه نفسه ما فيش وقت تطلع يقدر طلع صعب. لا لا صعب عشان صعب. في ظهر اللوكزايه نفسه كده حته سودا كده اللي هي المصارين. دي بنشيلها خالص اللي هي الظهران. وناخد اللحميه البيضة. هي اللحميه البيضة. وناخد القشر الصدفه دي ونشيلها. بتتباع دي كمان الصدفايه دي. بتتباع جماعه النوبه بيدوروا عليها والعطارين. دي بتتباع بالكيلو. نعرف فايدتها ولا صعب؟ هم بقى بيعملوا فايدتها بيطحنوها بيعملوها في حاجه جماعه النوبه. يعني بتخش الناحيه الطبيه. لا بتخش الناحيه الطبيه. انا اعمل ايه بقى؟ اللوكزايه اروح مقطعها عشان ما تشدش معايا في اسناني. هقطعها بالسكينه كده رفيع. سرايح. سندوتشات عيش. سندوتشات فين؟ الشلطه تتلحينها فين؟ الله طبيه ممكن. عشان ما تشدش. عايز تاكلها بقى زي ما هي كده زي ما هي. بعد ما تنضف العرق اللي في الظهر ظهرها كده. هتتلاقي عمود اسود كده. هتطلعه. بتطلعه زي بضفرك كده. هتطلع بضفرك. انا اصلا اكيد الحاجات دي. انت عايز بقى تقطع بقى شرايح صغيره كده رفيعه. سندوتشات وطحينه وشويه السلطه الخضراء. الله ينور عليك. في بقى ده الاسترومبار. تعالى محمود بقى بعد اذنك. قول لي كده محمود بقى قصه الصرمبار بقى. الصرمبار كله صح. بص ازاي احمد. بص حضرتك. صح يا جماعه اهو. كله صح. لو مش صح مش هيهرب كده. لو مش صح ما يتاكلش. تمام. لازم نجيب حاجه صح. بص ازاي احمد. بص. الله. طب خش بقى في قصه عمايله بقى. عمايل الصرمبار. انت بتاكله ازاي؟ انا باكله ازاي؟ بسلقه. تسلقه؟ بعد ما يتسلق بروح مقطعه تنشط شرايح كده. وبدول مجهز شويه ليمون بدقه. ليمون بالدقه. بكمون بشويه فلفل. الله عليك. واسيب ده شويه فيه 10 دقايق كده عشان يشرب من بعضه. وسلطه طحينه. سندوتشات عيش فين. شوفوا دي يا جماعه بيوصل عيش فين. تحط الطحينه. تمام. وعصه ليمونه صغيره على الوش. وكل بقى وبالف هنا وشفا. وكل بقى حاجه محمود يرجعك شباب 20 سنه ورا. الله ينور. ده لوكس صغير. لوكس صغير. ده لوكس صغير. كده يا جماعه وصفتين للصرمباء واللوكس حاج سيد والاستاذ محمود شرحوا احلى شرح. شاكرين يا حبيبي. شكرا.